ما شاء الله تبارك الله هوم سنت، جزاكم الله خير. الآن يتم تغيير البلوف حق الأسطوانة الغاز. طبعا كانت تهرب عندي واتصلت وتواصلت مع هوم سنت، قالوا لي عندنا قطع غيار، وهذا قطع الغيار اللي جات من هوم سنت. المفك خطير والله. هذه الإبرة وهذه السداد الصمام، وهذا المفك ما شاء الله برضو من عندهم. شكرا هوم سنت، جزاكم الله ألف خير. الآن يتم تغيير وإن شاء الله نوافيكم بعد التركيب. احنا الآن في الشفا، هذه عملية تغيير هذه الجلدة. هذا القديم. والآن يتم تغيير الجديد، ما يحتاج مهندس ولا حاجة، كل واحد يغير بنفسه. الآن شوف ما شاء الله تبارك الله، هذا أخونا السيد عبد الله أحد شيفات أهل مكة، شيف ويصلح الأسطوانة بنفسه. إيش تقول الموقع هوم سنت يا عبد الله؟ بيض الله وجهكم، شغلهم نظيف ها؟ كل شيء عندهم، قطع غيار وكل شيء، ما تتعب صح؟ والله بيض الله وجهكم، ما قصروا ما شاء الله تبارك الله. القطع اللي كنا ندورها من زمان ما شاء الله تبارك، كنا نرمي الأسطوانات تقول لي ها؟ كنا نرضي عنده ويغيروا لنا شيء مو هو أصلي، نعبي ونرجع عنا نعبي بعد كم يوم. شوفوا المفك هذا تقول لي خطير ها؟ والله ريحه. أول كنا نشتغل بهذا، نشتغل على جهة ويخرب الإبرة. الآن هذا المفك من عند هوم سنت، وقطع غير من عند هوم سنت. الأسطوانة ما راح تتعب فيها سواء كانت أصلية ولا غير أصلية، تغير لها قطع غير أصلي تصير أصلية وتشتغل على شغل نظيف إن شاء الله. تم تغيير البلف والآن يتم تغيير الصمام. ما شاء الله تبارك الله، الله يعطيك العافية والله يا بركان، شغلك نظيف ما شاء الله. عبي عبي، لا غير الصمام برضو. ايوه غير الصمام مرة، عشان مرة احنا بضاعتهم سنت الأصلية هذه ما عاد نبغى شغل الصيني، فكنا من الشغل القديم. خذ ماله جلدة. لا ماله جلدة، ماله جلدة. مرحبا يا ابو عزوز، والله العظيم اني اسال احمد قال لي جاي ابو عزوز، قلت بس خلاص انا ما بالهم لا كبده ولا ابغى. ترى برضو المفك يا ابو ركان هذا برضو فيه له مفك 10. ايوه شوف ما شاء الله، هوم سنت موفر لكم المفك هذا للصمام وللابره ما شاء الله تبارك الله. الله يبارك لك هوم سنت، حيجيب لك واحد هديه على الدعايه هذه يا ابو ركان. الآن مع تركيب هذا اللي برضو يجي من هوم سنت، هذا لي التعبية، تعبية الأسطوانات الصغيرة هذه من الأسطوانة الكبيرة. الآن احنا ما شاء الله تبارك الله هوم سنت عندهم أشياء كثيرة تنفع لأهل الرحلات. احنا الآن في الشفا، الجو مغيم والدنيا مضبوطة والأمور زي اللوز، والآن سيتم تعبية الغاز وإصلاح الدبة الزرقاء هذه. يعطيك العافية والله بركان. سبحان من سبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. شكلكم شيء بتشيلون قصكم على شجر. يتم الآن تركيب الرأس. خذ أبو ركان أضغطه كذا بس أضغطه. ايوه شد من الجانب، ايوه بس خلاص. يا سلام، اقلب الاسطوانة على راسها. ايوه يا سلام، ما في كرسي. اي افتح افتح، انا قاعد استلف كرسي والله. والله والله افتح. لا افتح ها بس خلاص فتح. امسك كذا، امسك التصوير بالله. طبعا عملية تعبية الأسطوانة لازم تنسم لها شوية عشان ما ت بس هاك امسك البغل. هذه الكتلة الأصفر في حق له غطا، غطا النقطة الحمراء. اي سامعين الصوت؟ هذا الصوت التعبية. الآن يتم تعبية الأسطوانة بالطريقة هذه.
كل الأشياء هذه من عندهم سنك. شكرا لهم. حتى نعم.